قال: وله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة، يعني الترك، قاتل العرب الترك، نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. نعم، يعني من المغرب والله أعلم. نعم. وفي لفظ: تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان، مثل المجان المطرقة. المجن، المجان جمع مجن، وهو ما يتخذه المقاتل سترة دونه ودون سلاح العدو. نعم. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. يا ولا صفة الروم والله أعلم. نعم. صفة الترك. نعم. وفي لفظ: يقاتل المسلمون الترك. ترك، هذه تفسر الكلام السابق. نعم، أن المراد بهم الترك. نعم. يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. نعم. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. صارت الصفتان للترك، هم اللي يلبسون الشعر وينتعلون الشعر، ووجوههم كالمجان المطرقة صغار الأعين إلى آخره. نعم. وفي لفظ: حمر الوجوه صغار الأعين. نعم. قال: ولأبي داود عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقاتلكم قوم صغار الأعين، يعني الترك، يعني الترك. نعم. قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة فيصطلمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يهلكون. نعم.